يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا. اكيد 30 عام على العطاء من العطاء في اذاعات ام بي سي اف ام، اكيد احتفاليات خاصه بهذه المناسبه السعيده على اذاعات ام بي سي اف ام واذاعه بانوراما اف ام وايضا اذاعه ام بي سي لاود. مستمعينا نبدا حلقتنا لليوم برنامج جدد حياتك، نتحدث فيه عن المشاكل الجهاز البولي. اكيد في معيتي الدكتور نايف العمري استشاري المسالك البولية النسائية وصعوبات التبول بمستشفى السعودي الألماني في عسير. صباح الخير دكتور. صباح الخير، حياك الله أخوي. أعتذر تأخرنا عليك يا دكتور، لكن لا ما سمحت الله يحييك. ام بي سي الآن يعني تعيش طبعا اللي هو 30 سنة من إنشاء أول بث. الدكتور قبل ما نبدا حلقتنا يعني في سؤال انا ما حضرت له، وش ذكرياتك مع اذاعات ام بي سي اف ام في بداياتها؟ اولا انا اهنيكم على مرور 30 عام على ام بي سي اف ام. طبعا احنا ارتبطنا كثير باذاعات ام بي سي اف ام منذ الصغر، يعني قبل وجود السوشيال ميديا واليوتيوب والاجهزه هذه اللي نقدر نشوفها ولا نبغى نسمع فيها اي حاجه. صحيح. كنا دائما على ام بي سي اف ام سواء في البيت او في السياره، فطبعا في ذكريات كبيره مع ام بي سي اف ام. صحيح صحيح. طيب دكتور يعني اكيد انها ذكريات جميله، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله التوفيق لاذاعه ام بي سي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع. دكتور نتحدث في موضوعنا لليوم، يعني اول سؤال اذا ما تحدثنا عن مشاكل الجهاز البولي، الناس تتحدث عن سلس البول، وش اول شيء بالضبط سلس البول وش اسبابه دكتور؟ نعم طبعا سلس البول هو من المشاكل الشائعه، وهي مشاكل يعني تحدث في الكبار والصغار والرجال والنساء، فهي نقطه مهمه جدا. وقبل ما ندخل في تفاصيل سلس البولي، ابغى انوه انه في فئه كبيره من المجتمع يشكون بالمشكله هذه ولا يطلبون العلاج لاسباب كثيره، منها الاحراج، ومنها انه بعض الفئات العمريه خاصه كبار السن يعتبرون ان هذا الشيء حاجه طبيعيه مع السن، وهو للاسف لا، هو حاجه غير طبيعيه، وهي حاجه يجب تقييمها ويجب علاجها، والعلاجات متوفره والعلاج سهل وباشياء بسيطه، يعني ممكن ادويه بسيطه، تدخلات بسيطه ممكن تنحل المشكله. صحيح. فهذه هي النقطه الرئيسيه في الموضوع هذا. طبعا سلس البولي، هو تعريف سلس البول ببساطه هو فقدان السيطره من المثانه، ما يؤدي الى تسرب في البول في الوقت غير المناسب او الزمن غير المناسب او في المكان غير المناسب. لا اراديا يعني يكون دكتور؟ نعم لا اراديا. طبعا التسرب لا ارادي هذا قد يحدث نقاط بسيطه او كميه صغيره او كميه كبيره. فهو تسرب لا ارادي او عدم السيطره على البول عند الرجال والنساء دكتور يكون؟ نعم نعم، هو يصيب جميع الفئات العمرية سواء الصغار والكبار، ويصيب الرجال والنساء. إذا سمحت لي أخوي وهيب نركز عشان الوقت وعشان كذا، إنه إحنا نركز على السلس البولي لدى النساء لأنه أكثر شيوعا، ولو فتحنا المجال للسلس البولي للأشياء الأخرى ممكن يأخذ منه وقت طويل. صحيح. إذا سمحت لي نركز على موضوع السلس البولي لدى النساء لأنه الأكثر شيوعا في المجتمع. تفضل تفضل دكتور. طيب دكتور اعراضه انت زي ما ذكرت اللي هو تسرب البول بشكل بسيط ويكون شك مزعج، اكيد دكتور مثل هذه الامور لها اسباب عده ولا هي تتلخص في سبب واحد او سببين دكتور؟ لا هي في لها عده اسباب، واحنا ما نقول اسباب مباشره، احنا حنقول العوامل الخطوره التي قد تسبب الى تسبب السلس البولي. طبعا السن هو عامل كبير في الموضوع هذا، انا اتكلم عن النساء الان بشكل عام. صحيح. التقدم في السن وانقطاع السن انقطاع الطمث ودخول في سن الياس هذا يكون سبب. السبب الاخر اللي هو الحمل والولاده الطبيعيه المتكرره، واذا كان فيها صعوبه او ولادات متعسره هذا سبب رئيسي اخر. العمليات الجراحيه لمنطقه الحوض او الاصابات لمنطقه الحوض قد تكون سبب اخر. طبعا الناس اللي اخذوا علاج اشعاعي لمنطقه الحوض لاورام معينه كاورام فتانه او امراء او اورام القولون او الرحم.
طبعا في اسباب اخرى زي الامساك المزمن، التدخين، الكحه المزمنه. كما يوجد يعني فئه كبيره من الناس اللي يصابون بالامراض العصبيه كالجلطات الدماغيه واصابات الحبل الشوكي او التصلب اللوحي، قد يسبب الى سلس بولي، لانه التحكم في التبول هو من الجهاز العصبي. طبعا من مركز الدماغ والحبل الشوكي. فالامراض العصبيه قد تسبب السلس البولي بانواعها. نعم. ممتاز، واضح. دكتور، احنا عرفنا الاعراض وعرفنا الاسباب، ودي اسالك عن اكثر الاسباب شيوعا، يعني بحكم خبرتك في العياده، اكيد في سبب كبير يكون غالب وفي اسباب نادر حدوثها. خلينا نركز على الاسباب اللي تكون منتشره بشكل كبير. طبعا احنا اكثر الاسباب احنا نشوفها لدى النساء اللي هي الحمل والولاده المتكرره العمليات الجراحيه السابقه لدى النساء. هذه الاكثر اسباب اللي ممكن تسبب السلس البولي الاجهادي طبعا عند النساء. وطبعا زي ما قلت لك، موضوع سن الياس وتقدم السن هذا كمان من اكثر الاسباب شيوعا. ممتاز ممتاز دكتور، انا مستمر معك اكيد ومستمر معكم مستمعينا ومشاهدينا في جده حياتك. فاصل قصير مستمعينا ونرجع نستكمل حلقتنا لليوم. 011-511-2030. الو، مرحبا. اهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام، حياك الله. صب عليكم بالخير وعلى الدكتور. يا هلا وسهلا بالنور. عرفنا باسمك سيدي. نواف طال عمرك. اهلا يا نواف، تفضل يا نواف سؤالك. الله يحفظك. انا عندي بنت عمرها تقريبا 7 سنوات تعاني من صديد وحرقه في البول وكذا، يعني تكررت عليها الحاله اكثر من مره. قلت الدكتور اعطانا علاج، قال استخدمه لمده 2 شهر وان شاء الله تتحسن. يعني اقرب شيء امس وديتها، نفس الصديد موجود وتعاني من حرقه وكذا وحكه في المنطقه هذه. فما ادري وش اسبابها وش علاجها، لانه احيانا بقرا عن المعلومه انها شيء خطير واحيانا لا انه شيء بسيط، فاحيانا اذا تعمقت وتسال وتبحث تتعب زياده. فلعل الدكتور يفيدنا، الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا لك يا نواف، ان شاء الله نتمنى لها السلامه يا رب، ان شاء الله ما تشوف شر. شكرا لك. دائما احنا مستمعين ومشاهدين ننصح الكل في حال وجود اي مشاكل صحيه او اي مشاكل في اي من اي نوع وعموما في الحياه، ان الواحد يبحث عن المعلومه من المصدر الموثوق، المصدر الرسمي. وأكيد جدد حياتك دائما نسعى احنا جاهدين أن يكون ضيوفنا دائما متميزين وناخذ المعلومة الصحيحة إن شاء الله بإذن الله. دكتور، سؤال نايف أعتقد كان واضح. طيب، هو السؤال واضح بالنسبة للأخ نواف. بالنسبة لموضوع البنت، طبعا في السن هذا يجب تقييمها بشكل جيد، لأنه المفروض أنه ما يكون في التهابات في السن هذا. النقطة الرئيسية أنه لابد أن يتجه إلى طبيب متخصص في المسالك البولية لدى الأطفال، فهذه هي النقطة الرئيسية. طبعا الموضوع إن شاء الله ما يكون خطير، لكن في نفس الوقت ما يهمل. طبعا يتم تقييمها من قبل الطبيب، وطبعا يتم استبعاد الأسباب المسببة للالتهابات. طبعا في الصغار أو الأطفال لابد ان نستبعد يعني انه يكون فيه اي مشاكل خلقيه يعني منذ الولاده، هذه النقطه الرئيسيه. الشيء الثاني، يتم التاكد من الفحوصات هل ومزرعه للبول ويشوف ايش البكتيريا المسببه للموضوع هذا. الشيء الثالث، يتاكد من طبعا موضوع التفريغ سواء البول او البراز، لانه الامساك لدى الاطفال سبب رئيسي جدا من اسباب التهابات البول المتكرره. فانا نصيحتي للاخ نواف انه يتجه الى طبيب متخصص في مسالك البولية للأطفال، هذه هي النقطة المهمة، وعلاجها بسيط وإن شاء الله الموضوع بسيط وإن شاء الله يتم حله في عند الطبيب المختص في المشكلة هذه. ممتاز دكتور، يعني أنت احنا تحدثنا عن أبرز الأسباب وتحدثنا عن طرق التشخيص، يعني الواحد ممكن يشخص نفسه ويشخص حالته حتى لو كان في البيت. احنا إذا كنا نتكلم عن سلس البول عند النساء، دكتور العلاج لمثل هذه الحالات، دكتور هل يكون علاج دوائي أو علاج نوع من أنواع الأغذية اللي الواحد ممكن أن يتجنبها أو طريقة شربة للمياه؟ وش بالضبط العلاج المناسب لمثل هذه الحالات؟
طبعا اخوي وهيب، طبعا هو اولا يجب تشخيص الحاله، ويجب معرفه نوع السلس البولي الموجود، لانه في انواع مختلفه من السلس البولي. في انواع دكتور هو من السلس. نعم في انواع. طيب يعني اذا انا تسمح لي دكتور، خلينا ناخذ الاسباب الانواع ونعرف طيب علاجات كل نوع اذا تكررت. طيب تفضل. حاضر. احنا هو في عده انواع، حنتكلم عن اكثر انواع شيوعا في السلس البولي لدى النساء. طبعا هو السلس البولي الالحاحي، انه يلح البول عليها بشكل سريع، ممكن ما تقدر توصل لدوره المياه، ينزل عليها او يسم يكون في تسرب البول قبل وصولها لدوره المياه. هذا النوع الاول اللي هو السلس البولي الالحاحي. السلس البولي الاجهادي، وانه يصير في تسرب للبول مع قيام باي جهد، او يعني في حال اي حاجه الحركة. ترفع، ممكن مع الحركه، ممكن مع الضحك، ممكن مع الكحه، ممكن مع العطاس، ممكن مع التمارين الرياضيه. هذا احنا نسميه السلس البولي الاجهاد، هذا النوع الثاني. النوع الثالث اللي هو تكون الاثنين كلها موجوده مع بعض، يكون الالحاحي والاجهادي يكون كلها موجوده عند نفس المريض. هذه بالنسبه للاكثر الانواع شيوعا. في انواع اخرى ما نبغى ندخل في تفاصيلها الان، لكن هذه اكثر الانواع السلس البولي اللي يشتكون منها النساء. طبعا يتم تقييم الحاله في العياده بالتاريخ المرضي والفحوصات، الفحص السريري طبعا، في فحوصات مخبريه مثل تحليل البول واشعه تلفزيونيه وتاكد منها. طبعا ممكن نتجه الى فحوصات دقيقه جدا زي ديناميكيه التبول، وهذا فحص دقيق جدا لتشخيص السلس البولي، وهذا يتم عند عمل عند طبيب متخصص في السلس البولي وصعوبات التبول. طبعا بعد ما نحدد النوع ونحدد نوع السلس البولي، يتم الدخول في طرق العلاج. طبعا في طرق علاج عامه لجميع انواع السلس. طبعا احنا نسميها العلاج التحفظي، اللي هو طبعا الواحد ممكن يتجنب شرب كميه عاليه من السوائل قبل، مثلا يعني مثلا واحد عنده مثلا بيروح مناسبة اجتماعية أو بيروح السوق أو بيروح أي حاجة، الفترة اللي قبلها ممكن يقلل السوائل قبلها. هذه أحد الطرق. الطريقة الثانية أنه يتجنب الأشياء المهيجة للمثانة مثل الكافيين، وهذه إحنا نشوفها كثير جدا. طبعا القهوة والشاي هذه من الأشياء المثيرة للمثانة، وفي ناس كثير مجرد أنه يتجنبها يخف عليه موضوع السلس البولي بشكل كبير جدا. طبعا تجنب الإمساك، تجنب التدخين، تجنب الأشياء اللي تزيد من الكحه المستمره مثلا، او الادويه اللي قد تسبب سلس بولي ومعالجتها. هذا بالنسبه للعلاج التحفظي. بالنسبه للعلاج الالحاحي، طبعا بعد العلاج التحفظي احنا ممكن نتجه لبعض الادويه، في عده انواع ادويه هي مساعده جدا في موضوع السلس البولي الالحاحي، وهي ادويه يعني استخدامها بسيط مره واحده في اليوم، يوجد لها اثار جانبيه يتم شرحها للمريض، ويمكن تجنبها يعني بعده نصائح ياخذها المريض. فهذا الخط الاول من العلاج اللي هو الادويه. في حاله انه ما فادت الادويه في السلس البولي الالحاحي، احنا ممكن نتجه الى حقن ماده البوتوكس في جدار المثانه، وهذه تعطي نتائج جدا ممتازه، وتعطي المريض فتره طويله تصل الى سنه او سنه ونص بدون اي اعراض سلس بولي. في خيار آخر كمان اللي هو التحفيز العصبي، ووضع شريحة في الظهر لتحفيز عصب الحوض، وهذا يعني يساعد بشكل كبير أنه يعني ممكن يتخلص المريض من السلس البولي، لكن هذه ممكن تكون في المرحلة الأخيرة من العلاج في حالة فشل الخطوات السابقة لها. بالنسبة للسلس البولي الإجهادي، يعني احنا ننصح برضو يعني تخفيف الوزن وتجنب الامساك وتجنب التدخين وهذه الاشياء اللي تسبب دائما الكحه. وبعد كذا ممكن العلاج السلس البولي الاجهادي يحتاج تدخل جراحي، وهو تدخل جراحي بسيط، وهو بوضع شريط داعم لمجرى البول تحت الاحليل، وهي عمليه بسيطه وجراحه يوم واحد وتقريبا نص ساعه مده العمليه، ونتائجها جدا ممتازه فوق 95%. هذا بشكل عام موضوع العلاج بالنسبه لانواع السلس البولي. دكتور اتحدث عن نقطه جدا مهمه، عن الوزن. الوزن كيف يكون تاثيره يعني مساعد لحدوث مثل هذه المشاكل دكتور؟ نعم شوف حبيبي، طبعا هو
السمنة قد تسبب، يعني هي الآن مصنفة من الأمراض المزمنة، فهي تسبب عدة مشاكل في المسالك البولية. فمن ضمنها السلس البولي، هي ليست مسببة رئيسية السمنة في السلس البولي، يعني ليست سبب رئيسي، لكن في حالة وجود السلس البولي تخفيف الوزن يساعد بشكل كبير لاستجابة المريض للتدخلات الدوائية والجراحية. وطبعا بالنسبة للسلس البولي الإجهادي، احنا شفنا ناس كثير، يعني نساء كثير في حالة انها خففت وزنها او قامت يعني باي اجراءات لتخفيف الوزن، يتم يعني ما تشتكي من موضوع السلس البولي الإجهادي تماما. طبعا المحافظة على الوزن هي مهمة جدا لعدة امور، ليست فقط للسلس البولي. ممتاز. أنا في دكتور هنا عندي سؤالين صراحة تكررت كثير من أسئلة المستمعين. حدوث هذا الشيء عند الأطفال تحديدا، هل المشكلة برضه نفس تكون نفس المشكلة اللي عند الكبار، أم الأطفال لهم يعني موضوع آخر؟ لا، الأطفال لهم موضوع آخر. الأطفال يعني أنت عارف إلى سن معين هو يكون فيه عدم إدراك أو عدم تحكم إرادي بالتبول، لكن إذا استمر معاهم، أنا أكرر نفس النقطة اللي قلتها لأخوي نواف، أنه يجب تقييمهم من طبيب مسالك بولية أطفال، أولا لاستبعاد المشاكل الخلقية اللي تكون موجودة في الولادة. بعض المشاكل هي أساسا موجودة من الولادة فقط، هذا يجب تقييمها من طبيب مسالك بولية ويشوف ايش الاسباب وتقييمها. الاسباب اللي احنا قاعدين نتكلم عنها الان هي خاصه فقط بكبار السن والاغلب للنساء. موضوع الاطفال موضوع مختلف تماما، ويجب التوجه للطبيب المختص في الموضوع هذا. ممتاز. دكتور الحمل، كثير من النساء الحوامل يعانون من مثل هذه المشاكل، ويعانون في الالحاح في التبول بعدم القدره على التحمل. دكتور نعم، شوف بالنسبة لموضوع الحمل، طبعا قد يكون في عدم تحكم في الحمل فترة الحمل فقط، وهي ناتجة بسبب الضغط على المثانة، وأنه كمية المثانة استيعابها للبول أكرمكم الله يكون أقل. فقد يكون حاجة عابرة فقط وقت الحمل، تمام، لكن إذا كان في أعراض زي الإلحاح وكذا لابد من تقييم، لأنه يعني موضوع الالتهابات البولية، أنا ممكن نسيت أني أذكرها في البداية، الالتهابات المسالك البولية هي قد تسبب سلس بولي. مجرد ان نعالج الالتهاب البكتيري اللي موجود السلس البولي يختفي تماما. هذا ممكن يكون عابر، يعني فتره بسيطه دكتور. نعم. ما تكون معاه. نعم. يعني ايوه، فهو من الاشياء العابره. فبالنسبه للحمل يتم تقييمها، واذا استمر بعد الحمل فطبعا الحمل والولاده المتكرره تسبب ضعف في عضلات قاع الحوض، مما يسبب انه مثلا ممكن يكون في هبوط شويه بسيط في المثانه وضعف في عضلات الحوض والأعضاء والعضلات الداعمة لمجرى البول، مما قد يسبب السلس البولي الإجهادي. طبعا الحمل هو سبب من الأسباب وذكرناه قبل كذا، لكن زي ما قلت لك قد يكون عابر وقد يكون مستمر، ولكل الحالة تقييمها وعلاجها. يعني في الأسئلة هنا كثير قاعدة تجيني، سؤال: هل في حالة العلاج أو التخلص من مشاكل السلس البول عند النساء، هل في احتمالية رجوع مرة ثانية، أو الشخص اللي أصيب فيه أو المرأة اللي أصيبت فيه احتمالية إصابتها مرة أخرى تكون أعلى من النساء الأخريات؟ طيب، هو طبعا هي يعتمد على النوع. طبعا في أنواع اللي مثلا زي السلس البولي الإلحاحي تحتاج أنها تستخدم الدواء يعني بشكل مستمر، وإذا جاب معها نتيجة هو قد يجيب نتيجة كاملة معها، هذه يجب أنها تستمر على الدواء بشكل مستمر، ويتم تقييمها من فترة لفترة ونشوف هل نكمل على الدواء ولا ممكن يتوقف مثلا. لكن في حلول نهائية لموضوع السلس البولي، مثلا زي السلس البولي الإجهادي، لو احنا عملنا العملية الجراحية عادة تكون فيها بإذن الله شفاء كامل وما يحدث مرة ثانية. طبعا النقطة المهمة انه احنا كمان الاسباب المسببة للموضوع السلس البولي اذا تم معالجتها وتفاديها باذن الله ما يرجع موضوع السلس البولي، لكن نعم في حالات تتكرر، لكن وفي حالات تعالج بشكل كامل، فهي تختلف على حسب المسبب وعلى حسب النوع وعلى حسب الحالة. ممتاز. دكتور اذا تسمح لي ناخذ اتصال. الو، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا، تعرفنا باسمك. معك محمد ابو سعد، الله يعطيك العافيه. اهلا ابو سعد، تفضل ابو سعد. اول شيء كل عام وانتم بخير. انت بخير يا رب ان شاء الله. الله والى الامام ان شاء الله. شكرا لك يا سيدي.
إياك إن شاء الله. عندي طفل عمره 11 سنة عنده تبرز لا إرادي، يعني ما أدري إيش الحل. كم عمره؟ عنده إيش؟ 11 سنة تبرز لا إرادي، يعني يقعد فترة كده ويتبرز ولا يحس بنفسه ولا يحس بأي شيء، لأنه تطلع الريحة ونقول يا ولد إيش المشكلة إيش لا. واضح واضح أبو سعد، شكرا لك شكرا لك. ما أدري دكتور إذا كان بحكم التخصص، بس نصيحة لأبو سعد. لا أنا أكرر نفس النصيحة أبو يهيد، طبعا هذا لازم لابد أن يتجه لطبيب متخصص للأطفال، تقييم الحالة ويشوف المسببات ويتم علاج هذه. ممتاز دكتور. هنا والله في أسئلة تجينا عن الالتهاب دكتور، الالتهاب المسالك البولية عند النساء، أكيد لها مسببات كثيرة وأكيد طرق علاج. إذا كان تسمح لي بس نخلي جزءنا من الحلقة هذا نتكلم عن هذا، لأن في أسئلة كثيرة عن تجينا أسباب الالتهاب المسالك البولية لدى النساء. طبعا هو طبعا هو هذا موضوع شائع جدا جدا جدا، وإحنا نشوفها كثير، وهو أحد أسباب عدم التحكم في البول أو السلس البولي. طبعا بشكل عام وبشكل مختصر، الموضوع كبير لكن إحنا حنختصر الموضوع. طبعا أكثر الأسباب اللي إحنا نشوفها لالتهابات البول، أولا قلة شرب الماء، وهذا من الأسباب الكبيرة جدا. في ناس كثير مقصرة في كمية الماء. طبعا الإنسان الطبيعي يشرب تقريبا حوالي 2 يوميا. هذا أحد الأسباب. السبب الآخر إمساك البراز أكرمكم الله، طبعا هذا أحد الأسباب الشائعة جدا وإحنا نشوفها كثير. طبعا إذا كان فيه مشاكل أخرى، يعني كوجود الحصوات، ولدى الرجال وجود البروستات، تضخم البروستات، وهذه الأشياء قد تسبب التهابات متكررة في البول. طبعا الالتهابات المهبلية والنسائية لدى النساء كمان تسبب التهابات في البول. فهذه أغلب الأسباب اللي إحنا نشوفها عادة مسببة لالتهابات البول. طبعا إذا تم التحكم في هذه العوامل وأخذ العلاج وتقييم الحالة بشكل مناسب، عادة بإذن الله تنحل المشكلة. يعني المشكلة صح أنها شائعة ومتكررة، لكن يمكن علاجها ويمكن التخلص منها تماما. نعم ممتاز دكتور. هل ممكن يكون من أسبابه شعور بعض الآلام في الظهر عند النساء؟ الآلام في الظهر؟ لا، شوف الآلام في الظهر هذا موضوع يعني قد يكون له أسباب كثيرة، قد تكون من يعني عضلات الظهر، تكون من العمود الفقري، تكون من أشياء أخرى. لكن الآلام الالتهابات المسالك البولية عادة تكون آلام في أسفل البطن، وتكون أعراض مصاحبة لها اللي هي حرقة في البول وتكرار في البول أو تغير في رائحة البول أو لون البول. الآلام اللي في الظهر أو وسط الظهر يجب أنها تقيم بشكل كويس لمعرفة الأسباب، لكن ليست من الأعراض الرئيسية لالتهابات البول. الحرقة أثناء التبول وتكرار الذهاب إلى الحمام وشعور بحاجة ملحة للذهاب إليه مع وجود كميات قليلة جدا من البول، هذا يدل على إيش دكتور؟ هذا يدل على التهاب المتانة، التهاب البول. نعم صحيح، هذه أعراض فعلا أعراض دقيقة الموضوع التهاب البول. ممتاز دكتور. هل في علاقة بين الالتهابات اللي تحصل عند النساء في الجهاز البولي بوجود حصوات في الكلى؟ نعم، هو بعض الحصوات طبعا، هو يعني الحصوات هي تعتبر جسم غريب داخل الجهاز البولي. اي جسم غريب قد يكون التهابات، لانه البكتيريا يعني تكون موجوده على الحصوات هذه وتكون التهابات متكرره. فطبعا جميع الحصوات المسالك البولية يجب التخلص منها، سواء يعني لا وطرق علاجها مختلفه، لكن نعم الحصوات المسالك البولية سبب من أسباب الالتهابات البول المتكررة. ممتاز. مستمعينا مستمرين معكم، فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا مع ضيف الدكتور نايف العمري، استشاري المسالك البولية النسائية وصعوبات التبول في مستشفى السعودي الألماني في عسير. ذكركم مستمعينا بأرقام التواصل 011-511-2030. حلقة جدد حياتك اليوم أكيد برعاية المستشفى السعودي الألماني. مستمرين معكم مستمعينا في جزءنا الأخير من جدد حياتك، حديثنا اليوم عن مشاكل الجهاز البولي عند النساء تحديدا أو سلس البول عند النساء مع استشاري المسالك البولية النسائية وصعوبات التبول دكتور نايف العمري مستشفى السعودي الألماني في عسير. جدد لك تحية دكتور.
والله دكتور، يعين. في بعض الأمراض اللي قد تسبب حدوث سلس البول، تكون في أمراض يعني أخرى بعيدة كل البعد وتسبب مثل هذه الأعراض، هل كلام صحيح؟ لأن في رسائل كثيرة تقول أنهم شخصوا بأمراض أخرى عدة هي اللي تسبب لهم سلس البول. نعم، طبعا من اغلب الامراض اللي تسبب السلس البولي هي الامراض العصبيه. طبعا الناس اللي اصيبوا بجلطات دماغيه او الامراض العصبيه مثل التصلب اللويحي، الرعاش، هذه الاشياء عاده دائما تكون مصاحبه لها اعراض سلس بولي. طبعا في امراض اخرى نسائيه مثلا زي هبوط اعضاء الحوض، وهذه الاشياء قد تكون مصاحبه لها كمان السلس البولي. طبعا في اشياء نادره ممكن حدوثها، مثلا يعني مثلا زي الناسور اللي يحدث نتيجه جراحات او اشعاع او اورام لا سمح الله، برضو كمان قد تحدث في سلس بولي. هي طبعا في امراض قد تؤثر فعلا على الجهاز البولي وتسبب سلس البولي. دكتور، يعني إذا ما تكلمنا عن جودة الحياة وأن الواحد يعني قد سبب له مشاكل وإزعاج كثير مثل هذه الأمور، في حال إهمال مثل علاج مثل هذه الحالات، وش المشاكل اللي ممكن أو عوامل الخطورة اللي تؤدي إليها إهمال تدارك الوضع أو علاج مثل هذه الحالات؟ طبعا شوف أخوي وهيب، هذه نقطة مهمة جدا. طبعا الناس المصابين بالسلس البولي فترة طويلة وتجنبوا العلاج أو طلب العلاج، طبعا يكون لهم مضاعفات اجتماعية، يعني الشخص يتجنب المناسبات الاجتماعية تماما، ينعزل عزلة كاملة، وهذه تأثر عليه نفسيا وتأثر عليه، وهذه احنا نشوفها كثير يعني خاصة في كبار السن. طبعا احنا في مجتمع مسلم، احنا كمسلمين موضوع الطهارة موضوع مهم جدا عند المرضى. فأغلب المرضى يجينا العيادة يقول دكتور انا ما ابغى شيء، ابغى اني اصلي وانا طاهر. فهذه نقطة مهمة جدا وتأثر عليهم نفسيا، يعني بعضهم يعتقد ان حتى لو صلى صلاته يعني ناقصه او صحيح. فيها مشكله، عارف، فهذه يعني تاثيرها نفسي جدا جدا على المرضى، وهذه نقطه مهمه جدا. طبعا ممكن يكون فيه السلس البولي المستمر يسبب امراض جلديه وتحسس في المنطقه، يسبب التهابات بوليه متكرره. هذه المضاعفات الشائعه موضوع السلس البولي. طبعا طلب العلاج ممكن في البداية تكون الأسباب في متناول اليد ويمكن علاجها مع التأخر أو تقدم السن، يعني ممكن مثلا نحن نحتاج تدخل جراحي معين، نحتاج شيء السن ما يساعد أو الأمراض المزمنة الأخرى ما تساعد، تأجيل العلاج قد يؤثر على نتائج العلاج نفسه. فاسمح لي، النقطة الرئيسية في الموضوع هذا أو يعني لو احنا طلعنا من الحلقة هذه بنقطة واحدة بس فقط، انه موضوع التوعيه وتفقد الناس اللي حولنا من كبار السن. يعني ممكن احنا نلاحظه يروح في الحمام باستمرار، نلاحظه انه ينعزل عن الناس، ينعزل عن الاسباب الاجتماعيه، تشوفه طبعا يغير ملابسه باستمرار، يغسل ملابسه باستمرار وما يقول لاحد احراج، يعني هو السبب الرئيسي موضوع احراج قبل كل حاجه. فأنا أقول تفقدوا الناس اللي حولكم وشوفوا كبار السن اللي معاكم وعايشين معكم، إذا فيه تلاحظون عليهم هذه الأشياء فالعلاج اللهم لك الحمد متوفر وسهل جداً، ونتائجه جدا ممتازة، وإحنا نوصل بإذن الله سبحانه وتعالى في أغلب الحالات إلى جفاف كامل، يعني ما يكون فيه أي بلل ولا يكون فيه أي تسرب للبول. فهذه هي النقطة الرئيسية ورسالتي في هذه الحلقة. دكتور نايف العمري، استشاري المسالك البولية النسائية وصعوبات التبول، مستشفى السعودي الألماني، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا في جدة حياتك، وإن شاء الله نلتقي فيك في حلقات قادمة وتزورنا هنا للاستديو دكتور. بإذن الله بإذن الله، شاكر لكم هذه الاستضافة، ونتمنى الصحة للجميع، ونتمنى لكم التوفيق في NBC ومزيد من التقدم بإذن الله.